ولا زلنا في مهرجان الجنادرية وبالتحديد في السوق الشعبي الذي يتسم بأهمية كبيرة لدى زوار الجنادرية نظير ما يضمهم من أجنحة وأركان تحمل في جنباتها الكثير من الإرث القديم. ويمتلك السوق الشعبي الكثير من التراث والحضارة التي تربط تاريخ الأجيال بالمستقبل الزاهر عبر ما يقدمه العارضون من مهن وحرف منوعة. هذا وتكتظ ساحات السوق الشعبي في كل يوم بالزوار للاطلاع على معروضات التراث والحرف اليدوية التي يمارسها المشاركين في مشهد حي أمام مرتدي السوق الذي يحتوي على 60 ركنا وورشة للحرفيين. كما يقدم على مسرح السوق العديد من فلكلورات الشعبية التي تمثل الثقافات المتنوعة لمحافظات ومراكز المملكة.